رمضانكم جميل يا أساطير. لا أيوة بس رحنا فيها يا إخوان، مش عارف كيف أنا قتلتكم صراحة. شوفوا الإعدادات كيف. اليوم يا أساطير رح نلعب مع بعض تحدي غريب جدا. التحدي يا أساطير أتوقع 100% أنه ما في أي شخص عمله من قبل على اليوتيوب، لأنه التحدي بكل اختصار ولأول مرة بالتاريخ اليوم يا أساطير رح أغير إعداداتي داخل اللعبة. عمرك عزيزي المتابع شفت هذا الشخص المجنون اللي بحط كل الإعدادات فوق بعض وبنص الشاشة بس عشان يعمل هذا التحدي؟ وقبل ما نبلش يا أساطير بأي إشي اعملوا لنا زر اللايك، وأول إشي حاب أحكي لكم إياه أنه أنا آسف على الغياب تقريبا إلي أسبوع كامل ولا مقطع منزل. شوفي يا أساطير تقريبا أسبوع كامل أنا الغايب، بس السبب الحقيقي يعني إنه عشان السيت أب، يعني إن شاء الله عشان السيت أب، يعني كل هذا عشانكم يعني. وقربنا يا أساطير عشان نطلع فيس كام، لذلك يا أساطير بدي ممنتج يكون مونتاجه أسطوري جدا مثل المونتاج اللي بمنتجه لأبو فلل أبو الرب، يعني مونتاج يكون نار نار حريقة. أي نعم صار بدي ممنتج جديد يا أساطير، لأنه بصراحة أنا كثير بتعب بالمونتاج بالمقاطع. لذلك يا أساطير فرصة عمل، اللي بمنتج على البي سي وشاطر يبعث لي تحت على الإيميل ويبعث لي أشوف شو الشغل اللي هو بيشتغل. Let's go. خلينا نبلش مع بعض بالمقطع المجنون اليوم. وصحيح كمان يا أخوان بدي أحكي لكم على شغلة صارت جديدة هان داخل اليوتيوب، تمام؟ ركزوا ديروا بالكم يا أساطير، لأنه أي شخص ما عنده حساب على اليوتيوب أو مش مشترك بأي قناة على اليوتيوب، فعليا القنوات اللي هو مش مشترك فيهن ما راح يقدر يشوفهم نهائيا. لذلك عشان دائما تشوف مقاطعي لازم تكون مشترك بقناتي، ديروا بالكم يا أساطير من هذا الإشي. الكل يشترك بالقناة وديروا بالكم. وأيضا يا أساطير اللي لسه مش مفعل جرس التنبيهات لازم تفعل الجرس الآن يا أسطورتي. اوكي ليتس جو، نضغط على وسائل التحكم وبعديها نضغط على كلمة تخصيص اتش يو دي. والآن يا أساطير بلشنا بالصفحة الرئيسية تبعت الإعدادات اللي راح نخربط الدنيا فيها، راح نعجب على الدنيا حاليا. ملاحظة طبعا إذا كنت لاعب هاتف ادخل على هذا المكان وبتقدر إنك تتحكم بالأزرار على أنت يعني كيف طريقة لعبك بأصابعك، تمام؟ وملاحظة ثانية أوعك تعمل أي شيء من الأشياء اللي أنا حاليا راح أعملها، دير بالك. طبعا يا أساطير التحدي لحد الآن ما حدا فيكم فهمه، عرفتوا؟ يعني شوفوا الإعدادات هاي راح اعمل فيها شكل بنص الشاشه، يعني شكل انه يشتتني عن اللعب نهائيا، عرفتوا كيف؟ اعمل فيها شكل قلب، شكل دائره، اي شكل مثلا انه يشتتني، مثلا اني احط كل هاي الاعدادات بنص الشاشه وانها تعميني مثلا لما اشوف العدو وابطل اركز، عرفتوا كيف؟ بحاول اني اعمل شكل قلب حب، ولكن يا اخي مش ظابطه يا اخوان، الاعدادات ما بتكمل اني اعمل قلب حب كامل. شوفوا لي هسه الاعدادات انا كيف يعني قاعد اعملهم بصراحه بطريقه اغبى منها ما في. يعني كبسه الطلق بتلاقوها هسه بنص الشاشه، كبسه النطه بتلاقوها بنص الشاشه، كل تقريبا الكبسات يا اخوان مثل ما انتم شايفين كلاته بنص الشاشه. اوكي هذا هو شكل القلب حب اللي اصلا هو مش قلب حب ما شاء الله، فمش عارف لازم اني اغير يعني مش ظابط. فانا قلت يعني اذا قلب حب يعني ما راح يشتت يعني نظري كثير قدام الاعداء، فخليني شو رايكم خليني اعمله على شكل دائرة، عرفتوا؟ يا ها وهذا تقريبا هيك خلصنا، بس خلينا نحفظهم ونرجع نشوف. وشوفوا لي هالساعة انا شو عملت، حطيت تقريبا يا اخوان زر 2 3 4 5 6 7 8 تقريبا 9 ازرار بنص الشاشة. اوكي لا حد يسألني ليش انا هيك عملت، يعني مجرد تحدي يا اخوان، تحدي. انا عارف انه فيش محتوى باليوتيوب تحدي والله. اوه ماي جاد يا اخوان. اوكي طبعا بعد ما عدلت الاعدادات من نفس البي سي يعني الكبسات على الكيبورد وعلى الماوس، فحاليا لازم انه نجرب هذه الاعدادات طبعا مثل ما انتم شايفين بنص الشاشة يم بنص وجهي. يلا اوكي يعني اعدادات جديدة ونزل على البيك، والله العظيم اقسم بالله. وبعدين اقول كمان اسبوع كامل كمان مش منزل ولا مقطع، يعني مش عارف العب كمان يا حبيبي. طبعا ما حدا يعمل اللي انا عملته نهائيا. الله اكبر. هذه كيف ماتت؟ هذا كيف مات؟ قلوه كلات اثنين، يا سلام. لسه الان بلشنا. طبعا انا بالطبقة مش شايف يا اخوان، عرفتوا؟ يعني انا بطلع على الارض وانا اصلا مش عارف اذا في حولي ناس. عايش على حالة السمع لحد الآن، مش حالة، حاسة السمع، حاسة السمع. قول في كلمات بالسمع كمان هيو، يعني هو الإشي الوحيد اللي أنا لحد الآن شايفه. يلا أصفر أصفر، المهم بينحسب. ولكن يا إخوان بدي سلاح قريب. في عندي واحد، لا هذا شايفه يعني يا إخوان مبين، بس شوفوا يعني مقدار الإشمئزاز إنه كيف كل الإعدادات بنص الشاشة، عن جد شيء مستفز. ولكن لازم فقط بهذا المقطع او بهذا الجيم يا اساطير لازم اطلع ب 20 كيل. تخيلوا اعدادات جديده ومسكره ومستفزه وبنص الشاشه ومش شايف شيء، لازم اطلع ب 20 كيل. قدامي واحد صح؟ وكفي جثه، اين الاثر؟ شفتك تعال. هلا هيو. اوكي هذا بوت يا اخي، يا قرينا يا قرينا، يا ريت تعطينا جواهر زي ما بتعطينا. اوه واحد، اقسم بالله انه واحد.
هيا ابو قرون. لا بالله عليك اوعك تنادي سكواد. خلينا نفنش عشان ما يجيش سكواد وخلاص، خلينا غير المنطقه كلياتها لاني يا اخوان يا دوب شايف، يا دوب مش يا دوب يعني شايف انا يعني، بس بدون كذب يعني والله العظيم اشي مستفز. كل الاعدادات بنص الشاشه. اوكي بعيدا يعني عن البوتات، تخيل انك انت فعليا شوف انت كلاعب هاتف تمام، انك كل هذه الاعدادات حاطها بنص الشاشه، كيف بدك كل اصابعك فوق بعض؟ بس والله العظيم يعني منظرهم حلو يعني. تخيلوا مثلا المره الجاي راح اعمل مش دائره، المره الجاي فعليا راح اعمل الشكل تبع قلب الحب ويا سلام، وبعد قلب الحب احط اسمي، وبعد اسمي احط اسمكم، وبعديها نحط انه وصلنا للمليون ونص متابع يا سلام. اوكي يعني مش لهالدرجه بس يعني بنحاول يعني. صدقوني يا اساطير اذا هذا المقطع عن جد جاب تفاعل وتفاعلتوا عليه، صدقوا غير المقطع الجاي اتحدى يوتيوبر انه نعمل انا وياه نفس هذه الاعدادات او بشكل كمان يعني اصعب، كلاتهم نحطهم كلاتهم فوق بعض، ويكون تحدي مثلا على اكواد جواهر، اللي بجيب كلات اقل هو اللي راح يدفع للمتابعين اكواد جواهر على عدد الكلات اللي الثاني بيكون جايبهم. مثلا انا طلعت ب 19 كل، هذاك مثلا بده يدفع 19 كود جواهر يا سلام. بس هذا اللي هان شو ماله؟ في واحد هانا يعني صنم ولا ايش، ولا واقف ولا معلق ولا بساعد اصحابه؟ اهرب 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 يخرب بيتك، حتى هيتشوت مش راضي يقف راسه جوا الحيط. ما بعرف قرينا لما حست انه انا بدي اعمل تحدي على انه لازم اطلع بهذا الجيم فوق ال 20 كل، فصارت تكثرني من البوتات. يا مشان الله يا اخوان حد يشوف لي حل البوتات، والله العظيم سويت يا خرائط وبطلت احمل كل شيء، صار بس لعبي جوا برمودا يعني مش عارف شو بيصير معي. فيعني ما حدش يكتب لي تحت بالتعليقات بوتات يا حبيب شو اسوي لك، اذا انا بطلع لي بوتات شو اسوي يعني؟ لا بس مستحيل يعني، جيم طول بعرض اكيد في ناس حقيقيين. هذا الكرسي ليش بطلنا نقدر نقعد عليه؟ انتم ملاحظين انه انا نسيت الموضوع الرئيسي تبع الاعدادات، نسيت انه انا اصلا عامل اعدادات. صدقوا يا اخوان يعني فش يعني تقريبا 5 دقائق 6 دقائق اتعودت عليهم، خلص صرت العب فيهم. هسه موضوع زي هيك على البي سي سهل جدا انك تقدر تتحكم، لانه اصلا الكبسات على الكيبورد وعلى الماوس، فما بتغير طريقه لعبك عرفت. اما لما تيجي تعمل هذا الاشي على الموبايل لا، بكون يعني بادق التفاصيل حساس جدا. فعشان هيك يا اساطير لا حدا يعمل اللي انا عملته، اذا انت لاعب هاتف لا تعمل اللي انا عملته. اما اذا انت لاعب بي سي لا عادي بتقدر انك بكل سهوله يعني تعدل على هاي الاعدادات. طبعا قدامي واحد هلا سكواد كامل من الاعدادات دي، يدوب شايفين هسه بلشت الصعوبه والله. اذا السكواد محترفين بيجيبوا هلا 1 2 3 ظل في 3 واحد ورا اللي دروب 4 صح، حلو جدا. بس مبين عليهم سكواد لا على البركه هذول، ولا واحد فيهم فات علي الا في واحد وقع نوك داون مع سونيا. بس المشكله انه ورا اللي دروب، وطبعا في عنده هلا بلشوا. ايوه اطلع انت، لاحظ انه انا بلشت اركز بس ثواني لانه بلشوا يرموا علي قنابل زيك، فلازم اخذ لي كفر. في ناس حوالي ولا لا؟ شوفوا مبين عليهم انهم سكواد يا اخوان ضعيفين يعني تقريبا يعني جداد على اللعبة. يعني لو بيعرفوا يلعبوا كل الاربعه فاتوا علي وفرموني، كان واحد منهم بس فاتوا فرموني. المهاره قيد التأثير. تعالوا علي جاي انا بجيكوا هالساعه. اوكي واحد منهم وقع نوك داون، لا بلع القنبله بس ما مات. هيو يا حبيبي يا اخوان المشكلة انو ايوه بس انا انوب منهم المشكلة. خلينا نوقع هاب، ايوه هذا شكله الوحيد اللي بيعرف يلعب فيهم، الباقيين مش عارفين يلعبوا، فخلينا نفنشوا قبل ما يساعدوه. لا اجاهم واحد قتلهم كلياتهم، هيو تحت شفتوه معاه سنايبر ولا ايش اللي معاه؟ اجاهم واحد قتلهم كلياتهم، وانا المشكلة كمان خلص الطلق اللي معاي. ايوه هيو هيو مش سنايبر، معاه السلاح ابو ال 100 طلقة. انا بدي اخذ لك السنايبر، تعال قرب اطلع اوبن، لو انك زلمه اطلع اوبن. تعال قتلت سكواد كامل بس مش راح تقدر لي. تعال المشكله شوفوا لما افتح سكوب يا اخوان بالسنايبر، شوفوا الاعدادات كيف لما افتح سكوب بالسنايبر، يعني كل الاعدادات بتفوت جوا بعضها. لا حرفيا تحدي صعب للامانه يا اخوان، والله العظيم تحدي صعب. يمكن انتم بتشوفوا تحدي سهل قدامكم بس التحدي جدا صعب. اوكي هذا ما في معاه امل الا اني اقدر اعمل عليه. اوكي في بوت كان عنده، كويس ما اخذ الكل اصلا، سرقوا مني بدل صار سارق مني تقريبا 4 كلات، فلازم نبش عليه. بعرفش المشكله اني بشوفش عن قريب، بس ما في امل الا اني وبترمي قنابل كمان الله يرحمه. ابلع باقي سكواد وجه، باقي سكواد. اوكي ما دام في ثلج فوق معناته عن جد سكواد اللي اجى، فخليني الوتيو على البدري لانه انا لوتي صار زباله ومعيش درع زي العالم الناس. ان شاء الله بس يكون معاه درع بعد ما فقعته بالسنايبر. اوكي سكواد كامل صاروا سكواد كامل، كم واحد ضل 3 حلو.
في ثلاث بلش بلشت تحلو وهذا رجعوا ساعدوه. تعال يلا ارجع له. لا رميت الثلج بالغلط. والله اذا بقتلهم بكون اسطوره. حطيت هاي الاثنين ضايل واحد. اوكي كويس اللي فنشته، اهم اشي اني فنشته. بس يا رب ما يطلع محترف يبقاني قنبله. بس ايوه عبيت دمي هسه بقدر اني اطلع بكل سهوله. ارمي قنابل زي ما بدك. اللي هذا هرب. ابلع ابلع اللي يا زلمه. شو السكواد اللي بموتش؟ ابلع ايوه شو السكواد اللي بموتش. هذا لسه كمان اضاف طلع واحد ثاني. يا حبيبي بدك تتفنش. ابلع ايوه انت عارفين وين فنشت. يعني مش 20 كل يا شباب، يعني مش 20 كل، يعني باقي اثنين بالجيم، يعني مش 20 كل، يعني 17 كل، يعني 19 كل، يعني مشوا لنا اياها. تمام واحد قريب علي هان، بس يا رب ما يطلع. اهلا وسهلا، انت نعمه من ربي. تعال اوكي الاخير وينه؟ الاخير ضايل اخ. قول له قاعد بيساعد. هيو هيو قدامي قاعد بيساعد، شايفين؟ ونقول له السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه بتساعدني بسكوادك. اه تعال ما بدناش يا عمي 20 كل، بدنا اياك انت خلص. ابلع ابلع يا حبيبي. الا بموت شاد. شو هذا؟ اوكي 19 كل اسطير، يعني جيم بوي واخيرا. طبعا اذا خليته عايش راح يموتوني انا عارف، ولكن يعني بعد غياب 19 كل اقسم بالله انه انا اسطوره. 19 كل يا اسطوره يا زين. طبعا نصهم بوتات انا عارف، ما حدش يلومني انه نصهم بوتات. المهم يا اسطير اذا عجبتكم هذه الفكره، المقطع الجاي راح اكون انا واحد اليوتيوبرز وراح نتحكم انا وياه بالاعدادات تبعاتنا، يعني يمكن نغير اعداداتنا لبعض، عرفتوا؟ راح نعمل تحدي مع بعض. فعشان هيك يا اسطير لا تنسوا زر اللايك، والاهم انكم تشتركوا بالقناه، واكتبوا لي تحت بالتعليقات كمان التحديات تبعات المقطع الجاي وشو بتكون العقاب يكون. اوكي وبالنهايه كان معكم زين ودمتم في رعايه الله.